السلام عليكم يا شباب، رجعنا مرة تانية مع فيديو جديد من فيديوهاتنا، وبنتكلم المرة دي عن موضوع اسمه الانتركوستال نيرفز. الانتركوستال نيرفز، لو انتوا فاكرين كده من موضوع المرة اللي فاتت اللي كنا بنتكلم على الانتركوستال سبيسز، كنا بنقول اي سبيس هي منطقة موجودة بين ضلعين بتتبع اسم الضلع اللي فوقها في الفيرست سبيس، ما بين الضلع الاول والضلع التاني. مثلا السبيس دي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على مجموعة من المسلز بتمنع البلجنج بتاع اللانج في خلال المناطق اللي ما بين الضلوع، وبتحتوي في السب كوستال جروف والكوستال جروف على نيرف وارتري وفين اسمهم الانتر كوستال نيرف والانتر كوستال ارتري اند فين، بترتيبهم من فوق كده، ترتيب كلمة فان، الفين فوق تحت الارتري تحت النيرف. انا عايز ادرس بقى تركيب النيرف ده كده ماشي ازاي، وايه النيرفات وعددهم كام وما الى ذلك. يبقى احنا بنتكلم النهارده على الانتر كوستال نيرفز ماشيين فين. بص كده الكورس بتاعهم، قالك والله ماشيين في الكوستال جروف، مش محتاج ان انا اوضحه تاني. الكوستال جروف نبص كده على الضلع الحقيقي، اهو ده الضلع الحقيقي، ده الابر سيرفيس. ابص على اللور سيرفيس بتاعه بلاقي في حته كده جروف، ده على اللور سيرفيس اسمها الكوستال جروف، هو بيمشي فيه. تكوين النيرف بتاعنا بيتكون من ايه؟ قالك والله بيتكون من الفنترال ريموس للثوراسيك سباينال نيرف. ايه حكاية بقى الفنترال ريموس للثوراسيك سباينال نيرف؟ انا ممكن شرحته المرة اللي فاتت بس مكانش واضح اوي لما كنت بتكلم في الفيجوال اناتومي. بص يا جماعة، كلنا عارفين ان احنا مثلا عندنا، يعني فلنقل عندنا فقرة مثلا بهذا الشكل. بص كده مثلا، لو جينا قلنا ادي الفقرة من قدام، ده البادي بتاع الفقرة او جسم الفقرة نفسه، دول التو ترانسفيرس بروسيسز بتوع الفقرة. انا بحاول نرسم يعني شكل مخطط سريع، يعني دي السباين بتاعة الفقرة، بما ان ده جزء البادي بيبقى في قناة داخل الفقرة بهذا الشكل، دي كده بنسميها الفيرتيبرال كانال. الفيرتيبرال كانال دي لو خدتها وكبرتها المفروض بيبقى ماشي جوه السباينال كورد بهذا الشكل. معرفش انتوا خدتوا الكلام ده في الفسيولوجي ولا لا. ده شكل قطاع في السباينال كورد. السباينال كورد لما بيجي يطلع منه بيطلع منه نيرفات. بص كده من الباك بتاع السباينال كورد بيبقى عندي ده اسمه دورزال روت، واللي قدام ده كده خلينا نعمله بالأزرق اسمه الفنترال روت. بيجوا الاتنين يتحدوا مع بعضهم في المنطقة المنتصفية، وبعد كده يجوا ينقسموا مرة تانية إلى دورزال ريموس وفنترال ريموس. الدورزال ريموس ده بيرجع ناحية الباك، والفنترال ريموس ده بيطلع ناحية الفرونت. الفنترال ريموس ده هو اللي بيكون لي معظم النيرفات اللي بتغذي الوولز بتاعت الشيست والنك. حتى لو انت فاكر السنة اللي فاتت لما كنا بناخد جزء البريكيال بلكسس كنت بقول لك ان هو بيتكون من الفنترال ريموس بتاع الفقرات وما الى ذلك. الفنترال ريموس ده بيكون ايه؟ بيكون مجموعة البلكسسات اللي موجودة في الجسم مثلا. فقال لك بص كده الفنترال ريموس بتاع الفيرتبري، الفنترال ريموس بتاع الثوراسيك فيرتبري بتاعت السباينال نيرفز. ما هو ده السباينال نيرف يا جماعه، الجزء ده كده هو ده اللي بنسميه السباينال نيرف، بيبقى خارج من داخل تركيب الفقره، فبينقسم الى دورزال ريموس وفنترال ريموس. الانتركوستال نيرفز بتطلع منين؟ قال لك بتطلع من الفنترال ريموس بتاعت الثوراسيك سباينال نيرفز. عايزين نشوفها مثلا بشكل اوضح، تعالى نرسم الرسمه نفس الرسمه اللي احنا رسمناها المره اللي فاتت لو حد فاكر. بص كده كنا بنقول ان احنا عندنا فقرات، ادي فقرة ادي التانية ادي التالتة
دول 3 ثوراسيك فيرتبري، انا ببص عليهم من منظر جانبي. ده الضلع، هذا الضلع اللي تحته مثلا يبقى موجود بهذا الشكل. المنطقة اللي ما بين الضلعين دول اسمها ايه؟ قالك دي المنطقة دي اسمها الانتركوستال سبيس. بيطلع السباينال نيرف بهذا الشكل، ينقسم الى دورزال روت يرجع للباك، وفنترال روت يمشي تحت الضلع بهذا الشكل عشان يكون لي السباينال نيرف، عشان يكون لي سوري الانتركوستال نيرف. ماشي فين؟ ماشي في الصب كوستال او الكوستال جروف على اللور سيرفيس بتاع الضلع. بيتكون من ايه؟ بيتكون من الفنترال ريموس، بينما الدورزال ريموس بيرجع للباك ويغذي عضلات الباك. دي اول حاجه انا كنت عايزك تعرفها. كل انتركوستال نيرف، تاني معلومه، كل انتركوستال نيرف بياخد اسم الضلع اللي فوقه. فالفيرست انتركوستال نيرف ماشي تحت الفيرست ريم. عدد الانتركوستال نيرف عموما يعني بعدد الانتركوستال سبيسز، كنا بنقول ان احنا بنعد كده من ورا من جنب الفقرات 11 انتركوستال سبيس اسمهم الانتركوستال سبيسز، وبعد كده تحت الضلع رقم 12 السب كوستال سبيس. يبقى انا عندي 11 انتركوستال نيرف بعدد الانتركوستال سبيسز، وعندي نيرف تاني ماشي تحت الضلع رقم 12 بنسميه السب كوستال نيرف. طيب دي اول حاجه احنا عايزين نتكلم عنها. طب عايزين نتكلم على الكورس بتاع الانتركوستال نيرف ماشي ازاي. قالك بص معايا كده، تخيل معايا مثلا دي يا جماعة، دي اللانج، بيحيط بها من الخارج كده البلورة، دي واحدة طبعا من الرئتين، وفي طبعا رئة تانية على الجانب الآخر. اوكي تعالوا بقى نفتكر كده العضلات بتاعتنا الانتركوستال ماسلز كانت بتمشي ازاي. لو انا عندي قدام هنا كده الاسترنم، هي عضلة الخص، تعالوا كده نشوف بقى العضلات بتاعتنا كانت بتمشي ازاي. كان عندي اخر واحدة ناحية الداخل عضلة اسمها الانر موست انتركوستال، دي كده الانر موست انتركوستال، كانت بتبدأ من عند الانجل اوف ذا ريب وبتنتهي عند الاسترنو كوستال، عند قصدي الكوستو كوندرال جانكشن. تاني عضلة منهم كان اسمها الانترنال انتركوستال، تكمل ورا كده بممبرين اسمه الانترنال انتركوستال ممبرين، بعدين تمتد للأمام بهذا الشكل لحد ما تتصل بالاسترنو. تالت عضلة منهم كان اسمها الاكسترنال انتركوستال، ابتدتها بهذا الشكل، تبدأ من ورا من اللاترال سايد بتاع الفقرة لحد ما توصل قدام للكوستوكوندرال جانكشن، وبعد كده تيجي تكمل في الأمام بممبرين اسمه الأنتيريور انتركوستال ممبرين. دول التلات عضلات بترتيبهم من الداخل للخارج، وداخلا لهم كلهم اللانج والبلورة حوالي. تعالى كده نشوف بقى النيرف بتاع اللي هو الانتركوستال نيرف هيمشي ازاي. قالك في الاول كده بيكون ماشي ما بين البلوره وما بين الانر الانترنال انتركوستال ممبرين بهذا الشكل، بعد كده يروح يبقى ملاصق للاكسترنال انتركوستال، يجي عند منطقه الانجل يروح جاي مخترق الانترنال انتركوستال بهذا الشكل. ما هي دي الانترنال انتركوستال، اكسترنال انتركوستال، انترنال انتركوستال، انر موست انتركوستال. بيمشي معظم الكورس بتاعه ما بين الانترنال انتركوستال والانر موست انتركوستال بهذا الشكل، لحد ما يجي حوالي نص انش كده من الاسترنم، من اللاترال مارجن بتاع الاسترنم، فيروح جاي مخترق ايه بقى؟ بص كده، هيخترق الانترنال انتركوستال ماسل، الاكسترنال انتركوستال ممبرين. يقول لك في عضله كده كمان كنا احنا على طول بنرسمها، عضله مهمه جدا في الشيست، عريضه بهذا الشكل،
كنا بنسميها البيك توراليز ميجور. بيخترق البكتوراليز ميجور بالمرة ويطلع عندي في منطقة الشيست بهذا الشكل. بص كده، ده ايه؟ ده الكورس بتاع الانتركوستال نيرف. الانتركوستال نيرف بدأ كفنترال ريموس للثوراسيك سباينال نيرفز، وانتهى في الامام هنا كانتيريور كيوتينيوس نيرف بعد ما اخترق مجموعة العضلات دي والفاشية وبقى ماشي تحت السكين مباشرة. طيب ايه البرانشات اللي بيديها الانتركوستال نيرف؟ قالك اول برانش منهم بيبقى فيه كده جنب السباينال كورد جانجليا كده بنسميها السمباثيك جانجليا. قالك هو بيتصل بالسمباثيك جانجليا بإفرنت وأفرنت، او ممكن تسميهم جراي اند وايت ريماي نسبة هل هما مايلينيتد ولا unmyelinated. ده اول برانش من البرانشات بتاعته اللي بيعمل فيه انستموزس او بيتصل بالسمباثيك جانجليا، واكيد انتوا درستوا السمباثيك نيرفس سيستم. تاني برانش قال لك بص كده، النيرف وهو ماشي على الضلع اللي فوق بيعمل ايه؟ قال لك مش بيكتفي بانه يكون ماشي على الضلع اللي فوق بس، ده بيروح جاي مدي كده برانشات منه وتنزل تمشي فوق الضلع اللي تحته بهذا الشكل مثلا. البرانشات دي بيسموها ايه؟ قال لك دي برانشات مصاحبة للارتري للنيرف بتاعنا، بيسموها الكولاترال برانشز. وظيفتها انها تغذي العضلات اللي موجودة في السبيس تحته. اوكي؟ طيب هو نفسه مش هيغذي العضلات؟ قال لك عادي ممكن يغذي وهو ماشي في طريقه ويروح جاي مغذي العضلات، يدي هنا مثلا الاكسترنال انتركوستال، الانترنال انتركوستال، الانر موست انتركوستال، فاكيد دي كلها ده البرانش رقم 3 اسمها الماسكولار برانشز. اوكي، البرانش رقم 4 قال لك بص بيجي عند اللاترال سايد كده عند حاجه اسمها الانتير اكزيلاري لاين. هوريكم ايه الانتير اكزيلاري لاين، ويروح يدي برانش بهذا الشكل كده على اللاترال سايد بتاعه، فبيبقى اسمه اللاترال كيوتينيوس برانش او اللاترال كيوتينيوس نيرف، ده رقم 4. بعد كده بينتهي بانه يديني الانتيريور كوتينيوس نيرف اللي هو رقم 5. اللاترال كوتينيوس برانش ده بيطلع منين؟ بيقول لك بيطلع عن الانتير اكزيلاري لاين. لما اجي ابص كده معايا لمنطقه الاكزيلا، قال لك الاكزيلا فيها ثلاثه لاينز، لاين عند الانتير بوردر بتاع الاكزيلا اسمه الانتير اكزيلاري لاين، لاين عند الميدل بتاع الاكزيلا اسمه الميد اكزيلاري لاين، لاين عند البوستير بارت بتاع الاكزيلا اسمه البوستير اكزيلاري لاين. بص كده دي الانتركوستال سبيس، حته تحسها مناطق مخططه كده. النيرف اللي هو لاترال كوتينيوس برانش بيطلع فين؟ بيطلع عند الانتيريور اكزيلاري لاين ده كده. ده اول حاجه كنت عايزك تعرفها. في بقى ريليشن كمان كده بيقول لك ان هو في المنطقه اللي هو بيطلع فيها منه الانتيريور كوتينيوس نيرف كده بيبقى فيه ارتري ماشي وراه اسمه الانترنال ماماري ارتري، وهندرس الانترنال ميموري ارثر بالتفصيل كمان شويه، بس تبقى انت عارف ان هو ماشي وراه فاصل بينه وبين قلب اللورا في المنطقه دي قريب من الاستان. ده مجموعه البرانشات بتاعت التيبيكال انتر كوستال نيرف. بيطلع منه في البدايه جري اند وايت ريماي كومينيكانت، بعد كده ماسكولار فرانشز، وما تنسوش الكولاترالز كولاترال برانشز اللي ماشيه على اللور بارت بتاع الريب دي رقم 2، رقم 3 الماسكولار، رقم 4 اللاترال كوتينيوس، 5 الانتير كوتينيوس. لاحظ اللاترال كوتينيوس بينقسم الى انتير ديفيجن وبوستير ديفيجن عشان يغذوا اللاترال سايد بتاع الوول، بينما مثلا الانتير كوتينيوس بينقسم الى ميديال برانش ولاترال برانش، ميديال رايح ناحيه الاسترنم ولاترال برانش رايح بعيد عنها عشان يغذوا الانتيريور وول، الانتيريور ثوراسيك وول السكين بتاعته يعني. طيب ده الكورس بتاع التيبيكال انتركوستال نيرف، ودي البرانشات بتاعه التيبيكال برانشز بتاعته. طيب هل في اتيبيكال في انتركوستال نيرفز ما بتمشيش بالبرانش ده؟ قال لك ده معظم الانتركوستال نيرفز ما بتمشيش الطريق ده، الطريق ده مخصص للانتركوستال نيرفز من الثالث لحد السادس. يبقى انا عندي الاول والثاني ومن السابع لحد ال 12 ما بيمشيش الطريق ده، فبنسميهم اتيبيكال انتركوستال نيرفز. تعالى كده نشوف هما بيختلفوا عن الطريق ده في ايه، يا اما بيختلفوا في الكورس بتاعهم يا اما بيختلفوا في البرانشز. بص كده معايا،
دي أول فقرة مثلا، دي تاني فقرة، دي الفقرة رقم 3، ده الضلع رقم 1، ده الضلع رقم 2، ده الضلع رقم 3. اول واحد في الانتر كوستال نيرف نطلق عليه اتيبيكال. ليه؟ قال لك لان الروت بتاعه او الكورس بتاعه مختلف شويه عن الانتر كوستال نيرفز، فبيسموه نون تيبيكال او اتيبيكال، لان بيقول لك ان معظم الفايبرز بتاعته بتيجي كده قدام النيك بتاعت الريب وتطلع لفوق عشان تتحد مع الفايبرز الفنترال ريماي بتاعت سي 5 سي 6 سي 7 سي 8 ومعاهم تي 1. دول كلهم كنا السنة اللي فاتت بنقول بيدوني الروت بتاعت ما يعرف باسم البريكيال بليكسس، فبيطلع عشان يتحد معاهم وبيديلي شوية فايبرز بس صغيرين يمشوا كده تحت الضلع الأول يدوني الانتر كوستال نيرف، الفيرست انتر كوستال نيرف. معنى كده ان الكورس بتاعه اختلف، فيبقى الفيرست انتر كوستال نيرف اتيبيكال نيرف، ده أول واحد. تاني واحد الانت سكند انتر كوستال نيرف بيختلف عن الانتر كوستال نيرفز العاديه في ايه؟ قال لك بص كده، دي منطقه النك، دي منطقه الارم. قال لك السكند انتر كوستال نيرف بيمشي بهذا الشكل، بعد كده لما يجي يديني اللاترال كوتينيوس برانش، اللاترال كوتينيوس برانش بتاعه بيروح يشارك يديني برانش او نيرف اسمه الانتر كوستو بريكيال نيرف. الانتر كوستال نيرف بريكيو، الانتر كوستو بريكيال نيرف ده بيغذي ايه؟ قال لك بيغذي منطقه الاكسيلا والميديال سايد بتاع الار، عشان كده في برانش من برانشات السكند انتر كوستال نيرف مختلف او مخالف عن المعهود، بيديني برانش الانتر كوستو بريكيال نيرف ده اللي بيغذي الاكسيلا والميديال سايد بتاع الارم، فبنعتبره ان هو اتيبيكال كوتينيوس نيرف او اتيبيكال قصدي انتر كوستال نيرف. بص كده معايا للصوره، الفيرست انتر كوستال نيرف، الفيرست انتر كوستال نيرف بيشارك في تكوين البريكيال بليكسس فهو اتيبيكال. السكند انتر كوستال نيرف بيديني الانتر كوستو بريكيال نيرف ده كده اللي هو بيروح يغذي منطقه الاكسيلا والميديال سايد بتاع الارم. من اول 3 لحد 6 انا ماشي كويس، الكرسي بتاعي زي ما هو البرانشات نفسها. طيب في مشكله بقى من اول 7 لحد 12، قال لك من اول 7 لحد 11 اللي هم الانتر كوستال نيرفز في مشكله فيهم ان هم الريبس بتاعتهم، لو انتوا فاكرين كده كنت بقول لك ان الاضلاع بتيجي تتجمع كده في انتر كوستال مارجن واحد ويتحدوا مع اللور بوردر بتاع الزيفويد بروسيس، فيجي النيرف وهو ماشي فيهم يلاقي منطقه ما فيش فيها ريب ما فيش فيها ضلع في الامام، فيمشي جزء من الكرسي بتاعه في الابدومن في منطقه البطن ويخرج بره الانتركوستال سبيس، فعشان كده بيعتبروا اتيبيكال انتركوستال نيرف. بينما السبكوستال نيرف اصلا ده ما بيمشيش في انتركوستال سبيس، بيمشي بكامل الكرسي بتاعه داخل منطقه الابدومن، فبيعتبر نون تيبيكال انتركوستال نيرف لانه ما بيمشيش في الكرسي الطبيعي. عايزين تشوفوا منظر تاني، مش عارف اذا كانت الصوره دي واضحه ولا لا. بص كده، الفيرست انتركوستال بيدخل في تكوين البريكيال بليكسس، السكند انتركوستال بيكون الكوستو الانتركوستو بريكيال. بص كده الضلوع اللي تحت كده اللي هي الانتركوستال نيرفز من اول 7 لحد 11 دول كلهم بيمشوا الكرسي بتاعهم جزء منه في الابدومن قدام اهوت، بينما الاخير السبكوستال بيمشي كل الكرسي بتاعه تحت الضلوع وفي منطقه الابدومن. اوكي بكده يبقى انا خلصت موضوع الانتركوستال نيرفز، اشوفكم بخير في فيديو جديد، سلام عليكم.